أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأهلي في المونديال. الأهلي في المونديال دائما وكل يوم بنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة على قد ما بنقدر، بقى ساعتين ثلاثة زي ما الدنيا بتجيبنا وبتودينا، ولكن علشان نقول لحضراتكم كل أخبار بعثة النادي الأهلي. وزي ما حضراتكم متعودين معانا دايما بأشارك أحد النجوم الكبار في التواجد المتواجدين على شاشة قناة النادي الأهلي التقديم في برنامجكم الأهلي في المونديال. النهاردة ولي الشرف الحقيقة هيكون معايا النجم الكبير كابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي النهارده هيقدم برنامج الاهلي في المونديال، وكابتن هاني هنسمع منه حاجات كتيره جدا وحاجات فنيه اكتر النهارده حلوه جدا. ازيك كابتن هاني؟ سلام، اهلا بيك. طبعا زميلي الملاعب سابقا وزميل الاستوديو، انا لحقتك كده في ثانيه. لحقنا بعض. طبعا اهلا بيك، طبعا سعيد ان انا اكون موجود معاك النهارده يا اسلام، وطبعا سعيد ان انا موجود امام جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بنستنى ان شاء الله مباراه مهمة جدا جدا للنادي الأهلي بكرة إن شاء الله على برونزية كأس العالم للأندية. إن شاء الله بإذن الله كل توفيق لفرقتنا وإنجاز جديد للنادي الأهلي إن شاء الله يتم بكرة. البرونزية الثالثة إن شاء الله تكون في تاريخ النادي الأهلي. كلنا عارفين وكلنا يعني شايفين ظروف النادي الأهلي، لكن زي دايما كلنا بنقول جيل ورا جيل بنقول الأهلي بمن حضر، وإن شاء الله كل التوفيق.